احنا النهارده باذن الله هنتكلم على حاجه جديده بتحصل في الطب، بس هي اكشوالي بقت موجوده، اكشوالي بتتعمل، وبالتالي احنا باذن الله هنتكلم عليها عشان تبقوا انتوا اوير باللي بيحصل حاليا في الميديكال فيلد عندنا. اللي احنا بنتكلم عليه هو الاو تي سي. الاو تي سي يعني اوفيرين تيشو كرايو بريزرفيشن. هل ده هيبقى ايرا موجوده في المستقبل؟ ده اللي احنا بنزعم ان هو هيبقى موجود في المستقبل. ليه؟ ان هو هيربليس الاوسايت كرايو بريزرفيشن. اشمعنى؟ هنتكلم فيها دلوقتي عشان نبقى منظمين وتو ذا تارجت تو ذا بوينت زي ما بيقولوا. احنا هنقول اوتلاين للتوك بتاعنا وهو مش طويل ولا حاجه. هنتكلم على انترودكشن، على انديكيشنز للاوفيرين تيشو كرايو بريزرفيشن، على تكنيك وبريكوشنز ايه اللي احنا بنعمله فيه، والكونكلوجن اللي احنا ممكن نوصل فيه للاخر. طيب ايه هي الانترودكشن؟ كلنا عارفين كويس جدا ان في حاجه اسمها ديكلاين للنمبر اوف اوسايتس مع الايج. يعني في حاجه اسمها بايولوجيك ايج، في حاجه اسمها بايولوجيك ايج بالنسبه للفيميل، واضحه جدا جدا جدا. كل ما الايج بي ادفانس كل ما النمبر اوف اوسايتس بتديكلاين. لكن هو مش النمبر اوف اوسايتس بيديكلاين فقط، ده هو الكواليتي كمان بتاعه الاوسايتس بتديكلاين مع الادفانسد ايج. فبالتالي عندنا تو فاكتورز، النمبر الكوانتيتي والكواليتي، الاثنين دول بيقلوا خالص. لكن في حاجه كمان بتقلل النمبر والكواليتي اوف اوسايت في الفيميل، ايه هي؟ الكيموثيرابي. والكيموثيرابي دي بقت واضحه قوي عندنا في مصر بالنسبه لعلاج البريست كانسر. البريست كانسر بقى من الحاجات الكانسرز اللي هم زي ما بيقولوا تريتابل. يعني ايه؟ يعني بتاخد كيموثيرابي وبتعمل سيرجري، وبعد كده الفايف يير سيرفايفل ريت بقى اكتر من 80%. معنى ان الفايف يير سيرفايفل ريت بقى اكتر من 80%، معنى كده ان الفيرتيليتي بروبلمز هتبقى واضحه لانها اوريدي واخدت كيموثيرابي اللي بيأثر على الكوانتيتي وبيأثر على الكواليتي اوف اوسايتس. وعلى هذا الاساس ظهر اول انديكيشن للاوفيرين تيشو كرايو بريزرفيشن، او اللي هو الفيرتيليتي بريزرفيشن اللي اسمه الاونكو فيرتيليتي. وطبعا دكتور سعيد معانا هو من الناس اللي واضحه جدا عندهم الحكايه ديت، او فيري اوير بالموضوع ده. لكن مش كلنا اوير بان اي حاله بيجي لها كانسر ممكن تعمل فيرتيليتي بريزرفيشن، لكن ده وان اوف ذا مين انديكيشن للاوفيرين تيشو كرايو بريزرفيشن. لكن في برضه حاجات تانية. احنا دلوقتي بقى عندنا انكريز يوز للاي ام اتش، بقى حتى ناس كتيره في سن 28 قبل الجواز وبعد الجواز على طول بيعملوا انتي ميلرين هرمون. بنلاحظ دلوقتي ان الانتي ميلرين هرمون ممكن يكون قليل في حالات يونج ايج، دول اللي عندهم انكريز ريسك اوف بريماتور اوفيريان انسفيشنسي، او بعد كده هيخشوا في البريماتور اوفيريان فيلير. فده ميديكال انديكيشن بيخلينا ممكن نفكر في الاوفيرين تيشو كرايو بريزرفيشن از ان الترناتيف للبروتكشن او فيرتيليتي بريزرفيشن. احنا عندنا في القصر العيني عياده مخصوصه للسيستميك لوبس اريثروماتوزس، وعياده ثانيه مخصوصه للروماتويد ارثرايتس. الاثنين دول العيادات اللي فيهم الناس بتاخد فيهم كيموثيرابي، بياخدوا فيهم ميثوتريكسيت، ومش كورس ولا اثنين، بياخدوا 6 سيشن اب تو 12 سيشن. دول وهم يونج ايج وعندهم سيفير كيسز اوف سيستميك لوبس اريثروماتوزس بياخدوا الكيموثيرابي دوت. فده هيأثر على الفيرتيليتي بتاعتهم، وبالتالي ممكن يبقى ميديكال انديكيشن للاوفيرين تيشو كرايو بريزرفيشن. دوت فعلا حاجه مهمه، حاجه مهمه للاوفيرين تيشو اكتر من الاوسايت كرايو بريزرفيشن. اشمعنى؟ عشان حاجه واحده بس، ان ذير از نو ديلي، ذير از نو ديلي في الكانسر تريتمنت. ما بقاش فيه ديلي. انا ممكن الست دلوقتي اتشخصت امبارح انها كانسر بريست وهتعمل كيموثيرابي بعدها باربع ايام، النهارده اخد لها بايوبسي من الاوفري واعمل لها فريزنج، يبقى هتعمل لها فيرتيليتي بريزرفيشن. يعني بمعنى اصح بقت حل سحري. انما في الاوسايت كرايو بريزرفيشن انا مستني مفروض اديها منشطات، والمنشطات دي بعد كده اسحب لها الفوليكلز، وطبعا ليها هرمونال سيربي دي ليها جسمها هيتعب منها، فهتحتاج ترتاح من الاوفن بيك اب، وبالتالي هتحتاج انها تاجل الكيموثيرابي على الاقل شهر قبل ما تعمل كده. فبقى حاجه امبراكتيكال، لان ده الكيموثيرابي ده لايف سيفنج، فبالتالي مش هنقدر نعمل الاوسايت كرايو بريزرفيشن. هنا بقى بيلعب دور الاو تي سي الاوفيرين تيشو كرايو بريزرفيشن.
وهو حاجتين احنا هنعمل حاجه، هما خطوتين احنا هنعمل خطوه منهم واحده بس، ان احنا هناخد الاوفيريان تيشو ونعمله فريزنج، انما ان احنا نعمله ترانسبلانتيشن بعد كده وقت ما هي تحب، ممكن بعد سنه ممكن بعد خمسه وقت ما هي تحب. لكن دي الميزه الاساسيه في الاوفيريان تيشو كراي بريزرفيشن، ان ذير از نو ديلي. كل دي ميديكال انديكيشنز، وفعلا الميديكال انديكيشنز ديت محترمه وويل ريسبكتد، لكن للاسف نص الناس او ثلاث ارباع الناس او معظم الناس مش اوير بيها، وبالتالي هم مش عارفين الاهميه بتاعه الميديكال انديكيشن. ان الايمرجنج اللي بدا الناس تاخد بالها منه هو السوشيال انديكيشنز. السوشيال انديكيشن دي هي دي اللي بدات تكتر ويبقى عليها للاسف الطلب فعلا. هو السوشيال انديكيشن بقى هو المين انديكيشن للاوفيريان تيشو كراي بريزرفيشن، عشان يبقى اولترناتيف للهرمون ريبليسمنت ثيرابي. احنا خلاص ما بقاش فيه هرمون ريبليسمنت ثيرابي. شركه وايتس اللي كانت بتطلع الهرمون ريبليسمنت ثيرابي فلست من 15 سنه، والهرمون ريبليسمنت ثيرابي ما بقاش بحد بيديه اكتر من 6 شهور. احنا بندور على اولترناتيف ان الست تفضل معاها انا نيتشرال سورس اوف هرمونز. النيتشرال سورس اوف هرمون ده ممكن يبقى اوبتيند بانها تاخد اوفيران تيشو منها، وبعد كده بترجعه في الاكزيلا، ترجعه في الفور ارم، مش هتفرق خالص. ليه؟ لان هو دلوقتي للهرمون ريبليسمنت ثيرابي، احنا ما بنعملوش للفيرتيليتي بريزرفيشن، احنا بنعمله از ا سورس فور هرمون ريبليسمنت ثيرابي. صح، في ناس بعدهم بيحتاجوا، بيقول لك انا عايز ااخر المينوبوز بتاعي، مش بس عشان لما يجي لها منوبوز تاخد هرمون ريبليسمنت، لا ده في ناس بتاخر بتطلب انها تعملها وهي لسه في سن 44 في سن 46، تعمل الديلينج المينوبوز بانها تنقل الاوفيريان تيشو في الفور ارم. هل ده بيحصل؟ ده بيحصل، ومش بيحصل وبس، ده موجود في دلوقتي، موجود في انجلترا بوضوح وبصراحه، واتقال عليها لقاءات تلفزيونيه وطلعت في البي بي سي وخلافه وفي الديلي ميل واتسترا اتسترا اتسترا. كل الحاجات دي احنا بنتكلم على واقع، مش بنتكلم على حاجه فانتسي. لكن في نفس الوقت لازم نبقى فاهمين ان ترانسبلانتيشن زي ما احنا قلنا ممكن يبقى اورثوتوبيك يعني في نفس الاوفري، او هيتيروتوبيك يعني احطه في الاكزيلا، احطه في الفور ارم، ديت عادي جدا. والتيم في الترانسبلانتيشن بيعتمد على فاسكولار سيرجر، وطبعا في بتحتاج سبيشال انسترومنت. لكن الحكايه مش بالسلاسه دي، مش بالبساطه دي. ليه؟ لان احنا عندنا تشالنج واضح جدا. التشالنج ده ان التيشوز اللي احنا بنحطها برضو ليها عمر. احنا بنقول بيولوجيك ايج، المين تشالنج بتاعها هو انها ممكن ما تعيش، ما تطلعش برودكشن كتير زي الكيدني ترانسبلانتيشن. شفتوا حد قاعد بالكيدني ترانسبلانتيشن اكتر من 10 سنين؟ طبعا لا، بعد كده بتفيل. لكن هنا هو الجرافت سيرفايفل بيقعد سنتين بس، اقصى حاجه 4 سنين لو هي مش واخده كيمو ثيرابي. لكن التشالنج الحقيقي، التشالنج اللي فعلا كلنا لازم ناخد بالنا منه، هو الكونتامينيشن بتاع المالجنانت سيلز. الكونتامينيشن ويز مالجنانت، لو هي عندها كانسر وبالذات لو كانسر اوفري، ممكن يحصل كونتامينيشن في البايوبسي اللي احنا موجوده، تبقى فيها مالجنانت سيل، نيجي نعمل ترانسبلانتيشن يرجع لها المالجنانسي ده مره ثانيه. والحكايه دي طبعا وارده وموجوده واوبسيشن مع كل الناس. بس احنا زي ما بقول لكم، احنا ما بنتكلمش على فانتسي ولا على دريم، احنا بنتكلم على واقع اتعملت عليه ابحاث كتير، عليه بيبرز كتير، وحتى طلع عليه ميتا اناليسز للاستاديز اللي كانت موجوده. صحيح مش راندومايز كنترول ترايل لان ده كان مالجنسي، لكن اتعمل ميتا اناليسز على الكيس سيريز استاديز اللي اتنشرت فيها واللي هي بيانت. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل الاتي، بنعمل 3 دي اسيسمنت للأوفري. اول ما تجينا الست عندها كانسر بريست على طول بعملها ترانس فاجينال سونوجرافي يوزنج الفور دي، عشان اشوف اني حته اللي ممكن اخد منها البيوبسي واعمل لها مابنج زي ما بنعمل مابنج للأوفري عموما. بعد كده باخد قرار بالديسكشن معاها كونسلنج، يا اما هاخد حته من الأوفري، يا هاخد حته كبيره من الأوفري، يا هاخد الأوفري كله، يا هاخد الأوفري كله واسيب لها الأوفري الثاني. هل ده هيأثر على الايج اوف منوبوز بتاعها؟ ايوه هيأثر على الايج اوف منوبوز بتاعها، هيخليه ايرليير. بس هيخليه ايرليير لقد ايه؟ هيخليه ايرليير سنه ونص اكوردنج للريسيرش، اكوردنج للميتا اناليسز اللي موجود. لو انت شلت يونيلاترال اوفريكتومي، لو شلت وان اوفري، ده هيأثر المنوبوز
around 1.5 years to 2 years maximum. مش هيأثر أكتر, مش هيعجل بالمينوبوز أكتر من كده. وبالتالي إحنا شخصيا بنفضل إن إحنا ناخد unilateral oophorectomy, نشيل 1 ovary تماما, نشيل 1 ovary تماما ونمسكه نشقه زي التفاحة, نعمله نصين وبعد كده نرموف المظلة, نقوره بالفعل زي المحشي بالظبط, وبعد كده نرفع الكورتكس يبقى يفصل 1 ملليمتر سيكنس, ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا, ونقطعه ستريبس كل واحدة منهم طولها سنتي واحد فقط, وبعد كده نحطها في الكرايوميديا ستريبس معينة مخصوصة موجودة دلوقتي في العالم وأفيلابل وبتتشرى, وإحنا جايبين منها كمية عشان نحط فيها الستريبس اللي هي طولها سنتي ورفيعة سيكنس بتاعها 1 ملليمتر, وبعد كده بنحطها في الكرايو بانج في الكرايو تانك عادي جدا زي ما بنعمل مع الامبريوز او مع الاوسايتس. هل ده فعلا بنعمله؟ اه فعلا بنعمله. احنا عملنا 4 حالات لغايه دلوقتي, والاربعه دول 3 منهم في القصر العيني, واحده منهم في مستشفى جنه. الثلاثه منهم في القصر العيني عشان كانوا الثلاثه حالات 2 مالجنسي كانوا كانسر اوفري وسنهم صغير جدا, والرئيس الاسم دكتور عبد المجيد رمزي طلب مننا ان احنا نتدخل ونعمل اوفيريان تيشو كراي بريزرفيشن للحالتين دول. والحاله الثالثه كانت هيوج اندوميتريوما راحت للجراحه فتحوها وشالوا لها الاوفري وبيعملوا فروزن سكشن لقوها اندوميتريوما, فاكتشفوا الحكايه دي فبعتوا لدكتور عبد المجيد رمزي قام بعت لنا مره ثانيه قال لنا تعالوا بسرعه اعملوا اوفيريان تيشو كراي بريزرفيشن للحاله ديت, لان خلاص دي خلاص ده شالوا لها باي لاترال اوفريكتومي, شالوا بوث اوفرز مره واحده لان هم كانوا فاكرين انها مالجنانس, كان ماسيف اديجنز فما كانوش فاكرين ان في حاجه اسمها اندوميتريوما باي لاترال اندوميتريوما ممكن تدي المنظر ده, فشالوا بوث اوفرز. فدي ثالث حاجه. رابع حاله كانت كانسر بريست وكان بعتها لنا الدكتور محمد ممتاز على اساس انها هتبتدي الكيمو ثيرابي, فقبل ما تبتدي بيوم عملنا لها التيشو بايوبسي وعملنا لها الكرايو بريزرفيشن ليها, وبالتالي ابتدت تاني يوم على طول الكيمو ثيرابي, وده بيتم بمنتهى البساطه سواء لابروسكوبي او ميني لابروتومي. الاربع حالات دول كانت عملوا. هل احنا بنعملها بطريقه واضحه؟ لا, لازم بنصر بقى في الحكايه دي على الستريكت اسيبسيس. احنا قلنا ان التشالنج ان يبقى في مالجنانت سيلز, اوكي احنا بنعمل فروزن سيكشن ات تايم اوف بايوبسي, لكن الحقيقه اهم من الفروزن سيكشن ان احنا نبقى ماشيين ستريكت اسيبسيس, لان ممكن يبقى البايوبسي اللي احنا عملناها دي او التيشو اللي احنا هنعمل لها ترانسبلانتيشن تاني اساسا لودد ويز انفكشن, فهي دي النقطة اللي لازم ناخد بالنا منها جدا. Should be under strict asepsis, وبعيدها بدل المرة 10 under strict asepsis, لان هي ده الميني تشالنج. لو فيها انفكشن هيبوظ التيشو اللي ترانسبلانتد, يبقى احنا كده ما عملتش اي حاجة والستريب اللي انا دخلتها ديت ما مش هتعيش. هل لازم يبقى فيها بلد؟ ولا نقطة بلد مفروض تبقى في البيوبسي ولا نقطة. بنعمل لها ريبيتد ووش والسلاين وبنكزامن اندر الميكروسكوب عشان ما يبقاش فيها ولا نقطه بلاد, لان البلاد ممكن ينفايت الانفكشن. طبعا بنعمل الفروزن سيكشن ده اساسي, وبنحطها بنعمل لها ترانسميشن من القصر العيني للحضانه عندنا في ايس, ودي افيلبل ومعروفه. ده منظر اللي احنا واحنا كنا بننقل التيشوز من القصر العيني اللي عندنا, وفي نفس الوقت ده المنظر واحنا بنعمل التيشو بروسيسنج. بنعمل كده, واهم حاجه بنقطع بعد كده التيشوز ديت عشان تبقى ستريبس. الستريبس دي لازم تبقى ايفن نمبر, لازم تبقى ايفن نمبر علشان اقدر اخد واحده منهم واعملها دايما كنترول, افحصها كويس, وبعد ما اعمل لها كرايو بريزرفيشن افكها بعدها باسبوع واشوف التيشوز رجعت هيلسي ولا لا. ده حاجه من الكواليتي كنترول اللي موجوده في الاوفيرن تيشو كراي بريزرفيشن. ازاي نحسن تاني الاوفيرن تيشو كراي بريزرفيشن؟ لازم نعملها مينيمال سيكنس, وعشان كده جبنا علبه زي علبه الكبريت. انتوا بتعرفوا اللانشون بيتقطع ازاي, المكنه اللي بتقطع اللانشون او اللي بتقطع الجبنه الرومي هي نفس الفكره, بس علبه زي علبه الكبريت بالظبط. بندخل فيها الاوفيرن تيشو بتقطعه سلايس, بدل لما انا اقطع بالمشرط تقوم المشرط مقطع حته وجايب حته وعامل فيها قطع وخلافه. المكنه ديت الصغيره اللي اسمها كرايوتوم
اللي قد كده هو هي دي اللي بتقطع لنا الاوفيرين تيشو وبتخليها 1 مليمتر سيكنس 1 سنتيمتر ان لينث. بنعمل بروبر فيكسيشن للجرافت دوت بالنسبه لل لما نيجي نزرعها. لكن لما بنيجي نزرع ما بنزرعش كل التيشوز اللي احنا خدناها, ما بنزرعش كل التيشوز. ليه؟ لان التيشو الجرافت اللي احنا عندنا ده هيبقى مدته قصيره, هيقعد سنتين ماكسيمم 4, فبالتالي احنا عايزين نطول على الست. وبالتالي بنحط لها اذا كنا عند اخدين 10 ستريبس زي المره ديت دي 10 دول 11 احنا واحده منهم كنترول و10 و10 بنعمل لهم كرايو بريزرفيشن. ال10 دول بننقل لها 3 ننقل لها 4 وبعد سنتين او 4 سنين بننقل لها 4 وبننقل لها 4 وهكذا. فدوت بيخلي الايشو عندنا فاليد ويخلي السرفايفل بتاع الجرافت فعلا شغال. الفاسكولاريتي بتاعت الهوست سايد دي هي اصعب حاجه, وعشان كده دايما بنفكر ان احنا لما نعمل ترانسبلانتيشن نحطه في الاجزيلا, ان الاجزيلا از فيري فاسكولار, وبالتالي الترانسبلانتيشن مرجح ليه ان هو يتعمل في الاجزيلا الا في حالات اللي هي هتعمل فيرتيليتي وهتعمل اوفن بيك اب, ساعتها بنزرعه في نفس الاوفري مره تانية. هل الكوست عاليه؟ الكوست عاليه جدا. الحضانه اللي احنا جبناها عشان تعمل الاوفيريان تيشو كرايو بريزرفيشن لوحدها بتكلف حوالي نص مليون. الكرايوتوم اللي انتوا بقول زي علبه الكبريت ديت دي بتكلف حوالي 40000 جنيه, اللي هي قد كده اهو, دي بتكلف 40000 جنيه. وعشان كده الكوست بتاع البروسيجر عالي جدا. الكوست بتاع الاوفيريان تيشو كرايو بريزرفيشن حوالي 70000, حوالي 70000 جنيه, فده رقم كبير جدا. هل فعلا فاليد؟ اوكي فاليد. هل هو براكتيكال؟ الحقيقه ده براكتيكال. ليه؟ لان هو بيدي اوبشن مش موجود على مستوى الميدل ايست كله في الوقت الحالي. احنا بنفكر ازاي نوسع الموضوع دوت, بنفكر ان احنا نوسعه بطريقه تبقى فعلا لا هي ميديكال ولا هي سوشيال, احنا بنفكر انها تبقى حاجه براكتيكال, اللي هو ان احنا نعمل بارشال ديكورتيكيشن, مش ناخد الاوفري كله لا خالص, وهنعمله باي لابروسكوبي. يبقى دي في الحاله ديت هتبقى مينيمالي انفيزيف, لكن بندي اوبشن للناس اللي هم الالدرلي برايم جراف ده. واحده حملت وهي 39 سنه باي اي في اف وهتولد وهي سنها 40 سنه, خلاص هتقعد ترضع سنها 42 سنه مش هتبقى عندها فرصه تانية انها تحمل, فاحنا بنعمل لها بارشال ديكورتيكيشن وهي بتعمل سيزيريان سكشن. والحقيقه دي مش فانتزي ولا حاجه, ده هما طلبوا مننا في مستشفى رفايده ان احنا نطبق نفس الحكايه ديت على الحالات اللي هي في سنها فوق سن ال40 وجايه تعمل سيزيريان سكشن, وهم بالنسبه لهم 70000 ديت فرصه كويسه جدا وسعر مناسب انها تبقى فيرتيليتي بريزرفيشن ل 8 10 سنين قدام. الغرض والكونكلوجن التيك هوم مسج, keep it until you need it, سواء كانت fertility preservation سواء كان social indication, keep it until you need it. هل دي era هتريبليس الاوسايت كرايو بريزرفيشن؟ اه هي دي الايرا اللي هتريبليس الاوسايت كرايو بريزرفيشن. شكرا جزيلا لكم.